تقول السائلة: امرأة مريضة وقرر لها الأطباء دواء تأخذه بشكل يومي كل 12 ساعة ولمدة 5 سنوات، وربما بعد ذلك تشفى وربما لا، فماذا تفعل في شهر رمضان في هذه السنوات الخمس؟ هل تطعم أو تنتظر الشفاء وتقضي؟ تفطر في هذه الرمضانات، تفطر وتأخذ الدواء والحمد لله، فإن شفيت بعد ذلك تقضي، وإن قرر الأطباء أنه لا يطمع في شفائها فإنها تطعم حين ذاك، إذا تعذر القضاء فإنها تطعم حين ذاك.